اهلا وسهلا بالشباب. الاوضه مضافي قديما دورتينا ابا عن جد. انا عمري 70 سنه تقريبا، ما بعرف الاوضه اللي هيك. كانت اخوي مستلمه وابوه كان مستلمه قبله، ورجعنا استلمت انا، توفى اخوي استلمت انا، عرفت الاوضه. ورجعنا بعد صار عندنا الحراك، صار عندنا في البلد، عرفت. رجعنا توصلنا وعندنا افتتاح وعندنا خيو سهراتنا وجلساتنا وتقديم خدمات للناس الضعفاء والمساكين. هاي الأوضة كل نهار بنصلي الناس العشاء وبنلتم كلياتنا بالأوضة، بنستفيد بعضنا، بنقرح ببعضنا، ايش في مشاكل بين بعضنا، ايش في مشاكل عند حد مشان نحلها. ايه والأوضة خيو هو للغريب، يعني فلان اجى مقطوع، فلان اجى مثلا ما عندهم حمام فنادق واوتيلات، ببات نهار اثنين ثلاثه نقدم له الله بعيننا عليه، ما الخبز وزيت ودي طالع للحمي شاي منامي الله بعيننا عليه. بركينا خيو بنسلم نضيع وقت على حب الله وحب النبي، بنساعد بعضنا بنشاور. هون عندنا المشورة أساس كل شيء، إذا وحي الله شغله بيشتغلها بده يشاور أصحابه وصدقاته. أنا مهاجر من معرة النعمان، صار لي 40 سنة بيجي على هالأوضة لهون لعند عمي أبو سليم مبيض، وباركين عندهم هلا صار لنا بيجي سنة سنة وشهرين، وما شفنا إلا كل خير. صلوا على محمد زين.